الأدب يزيد صاحبه رفعة، الأدب يزيد صاحبه رفعة، يعلو بشأني ويعلو بقدري. سيدنا زيد بن ثابت كان عالما جليلا، وكان إذا نام لا يوقظه أحد. فسيدنا عبد الله بن عباس رضوان الله عليه وأرضاه راح له في مرة علشان ياخد على إيده علم، فقالوا له ده نايم، فقعد على الباب لحد ما استيقظ. فلما استيقظ قالوا له ان عبد الله بن عباس بالباب، قال لهم ابن عم النبي، مين اللي سابه بره؟ فلما دخل سيدنا عبد الله بن عباس اكب على سيدنا زيد بن ثابت فقبل يده، فقال ما تفعل يا ابن عم رسول الله؟ قال هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا. لما خلص الدرس وسيدنا عبد الله بن عباس بيركب الناقه بتاعته، سيدنا زيد بن ثابت العالم النحرير أكب على قدم ابن عباس فقبلها، قال ما تفعل يا شيخي؟ قال وهكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسولنا. الأدب لا يزيد صاحبه إلا رفعة، فاللهم اجعلنا من أهل الأدب. ولولا الأدب ما على الخضر عليه السلام وارتفعت مكانته، ولولا الأدب ما سجل القرآن حادثة موسى عليه السلام والخضر. فلو نظرت في حادثة موسى والخضر لوجدت قمة الأدب. فالأدب هو الذي يميز أنبياء الله ورسله. الخليل إبراهيم عليه السلام تحدث عن الله سبحانه وتعالى بأنه صاحب العطاء، بأنه صاحب الجود والكرم، الذي يطعم ويسقي، الذي يحيي ويميت، إلى أن أتى إلى قضية المرض فنسب المرض إلى نفسه، نسب كل شيء لله من إطعام وسقاء وإحياء وإماتة، أما حين المرض والنقص فنسبه لنفسه أدبا مع الله سبحانه وتعالى. كذلك الخضر نسب كل شيء من وجهة موسى حسن لله سبحانه وتعالى، إلى أن جاء إلى قضية من قضايا يختلف فيها فنسبها إلى نفسه، قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ما زاد الأدب صاحبا إلا رفعة، وما زاد الأدب صاحبه إلا كرامة وإلا عزة. وهنيئا لكل من تأدب.